اسمي صفاء نور، كنت معتقلة عند النظام، ضليت لفترة، طلعت بعدها بعد ما دفعوا لي مصاري وعملوا واسطات كتير حتى طلعت. وقت اللي طلعت أنا كتير انصدمت بنظرة المجتمع للمرأة المعتقلة، اللي هن بيعتبروها أنه بتمس العرض والشرف. حتى أهلي اعتبروها كبيرة من الكبائر وقاطعوني، صار في على أسرة قطيعة وما بيحكوا معي أبدا. أي حدا بيشوفنا أو بيشوفني لإلي، أول سؤال بعد ما يعرف أني أنا معتقلة بباله أنه صار في اغتصاب، فهو ناطر الجواب حتما انه ايه، وما بيصدق ابدا ونهائيا جواب لا. صار في عندي مشكلة تانية مع زوجي، دائما كان في باله نفس الفكرة، و يعني ما تبنى فكرة انه صار في شيء بالمعتقل، فصار في بيناتنا مشاكل وبلشت تكبر واكتر اكتر واكتر لحد ما وصلنا للطلاق وطلقت. فقررت كمل دراستي، انا قدمت البكالوريا وبلشت دراسة بمعهد بالجامعة ادلب مع قسم اللغة التركية. احنا حنكمل ورح نكون اقوياء وما بت ما بت ما بنوقف عند هاي المسائل الصغيرة ان شاء الله.